عدد من الدول العربية والأفريقية وممثل للقبائل العربية من مختلف المحافظات في مصر شاركوا في مهرجان الإسماعيلية الدولي 17 للرياضيات وسباقات الهجن واللي أقيم في صحراء سراب يوم التابعة لمركز ومدينة فايد. خلونا نشوف أكثر عن المهرجان. مهرجان الهجن الدولي اللي احنا بننظمه في الاسماعيليه دي نسخته ال17. بنتكلم على مهرجان رائع محضور من كل الاشقاء العرب بشكل فاعل، معانا ممثلين لعدد كبير من القبائل العربيه اللي لهم اخوه واشقاء على ارض مصر. احنا عملنا من ناحية التراث البدوي، ثلاث اجدادنا، تمام، والحمد لله تم تكريم قبيله الترابين 3 مراكز اول، تمام، وتم مشاركه قبائل من قبائل العيايده وقبائل الحوطات والحيوات ايضا والفوايده. في حاجه بتجري في عروق مزيد دم، يعني بتحافظ على الابل وبتحافظ على التراث وتبقى مصر الحضاره، يعني مصر الحضاره بنلهب بكل حاجه فيها، كل حاجه مصر. احنا اليوم الاشواط 15 شوط لاول مره تتعمل في مهرجان في مصر، في اشواط 15 زائد شوط 16 شوط، فاحنا يعني ان شاء الله الرحمن كل عام في تطور وفي ازدهار. حاجه مشرفه، حاجه جميله، وحاجه الوطن العربي بيهتم بيها، يعني الشيوخ وامراء الوطن العربي بيهتموا بيها. ليه احنا ده تنشيط سياحي وتنشيط ثقافي وكبت عن شباب القبائل، يعني النهارده وامبارح لينا اسبوع احتفاليات وغناء وشعر وحاجه جميله جدا. احنا في اللحظه اللي بنقيم فيها المهرجان ووجود كل اشقائنا من القبائل العربيه، قواتنا المسلحه وشرطتنا بيقوموا بعمليه مقدسه في عمليه تطهير سيناء من افه الارهاب، وفي نفس الوقت بنرسل رساله امان من هذا المكان اللي احنا موجودين فيه. فهذا الشكل من التعضيد والتأييد والتواجد وإيدنا في إيد بعض، فهي رسالة قوية ضد كل هذه الأمور السلبية. وهذا التلاحم بين القبائل العربية هو روح العطاء والمحبة والأخوة والمساواة. السياحة إن شاء الله متوقعينها السنة الجاية دي أكثر من أضعاف هذه المرة، وإن شاء الله يعني بمجهودات اللواء ياسين طاهر محافظ إسماعيلية إن شاء الله هتكون الرياضة في ازدهار، وأسعار الإبل تزداد وأسعار بيعها والطلب عليها يزداد، وإن شاء الله مصر بخير ومصر هتكون في الريادة إن شاء الله. توج اليوم الهجين سوغان صاحب الصدارة على المدار المتتالية، ايضا استعاد السيف الذهبي اليوم بزعامه صاحبه الشيخ سلام بن ندى رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد المصري للهجن. طبعا بنشكر الاعلام، بنشكر الامن، بنشكر سيد المحافظ وكل من قام على هذا المهرجان. مصر تخطو بخطوه ثابته رويدا رويدا نحو الركب العالمي.